اهلا وسهلا، اليوم بدنا نعلمكن الاي، يعني صوتين ينلفظوه مع بعض. هالاي فيهم حرفين صوتي وينلفظوه ورا بعض، والتجديد بيكون على الحرف الاول. اسمعوا شلون الاي تنلفظ بالالماني. eins wein drei mai. فهالاي أول حرف صوتي بيكون الآ القصيرة، والثاني حرف بيكون الإي القصيرة. اسمعوا مرة له. آي آي. يلا خلونا نتعلمها ثاني مرة، وأنا أقول تقدرون تلفظوها بلا صعوبة. لايم هاي فاين ايس. ما في صعوبة ولا؟ اوكي، باي باي، الى دراسة القادمة.